هذا ما نعرفه عن التحقيق حتى الآن. هناك شخص تم إلقاء القبض عليه وهناك مشتبه محتمل به. بالطبع هناك المزيد من العمل نقوم به في هذا التحقيق، لكن نقوم بما نقوم به تماما عندما نقوم بحج أي شخص وتوجيه الاتهام إليه، وسنقوم بإعلانكم بذلك ونعطيكم صورة له، وأيضا نقوم بفحص خلفيته الجنائية. الآن أفتح المجال لممثل الخدمة السرية الذي سيقدم عرضا مختصرا للأمر. مساء الخير لحضرتكم جميعا. بداية أود أن أشكر كافة الضباط بمن فيهم مكتب مدير الشرطة هنا على دعمهم اليوم، وكذلك نقول إن الرئيس السابق دونالد ترامب في منزله آمن تماما، وتم تأمينه في الهجوم الذي وقع في الساعة الثانية ظهرا في بالم بيتش بالقرب من منتجعه. رجال الخدمة السرية قاموا بفتح النار على شخص بالقرب من مقر إقامته، وهذا الأمر قيد التحقيق. أفسح المجال لزميلي في الـ FBI. مساء الخير لحضرتكم جميعا. اسمي جيفري فاتشر وأنا العميل السري الخاص في مكتب ميامي للشرطة. إن الشرطة الاتحادية الـ FBI قامت بتولي التحقيق في هذا الحادث الذي وقع في وقت مبكر اليوم في القرب من ملعب ترامب للغولف في بالم بيتش هنا في الولاية. كان هناك عددا من الموارد بما فيهم بالطبع فريق التحقيق وفريق الاستجابة لحالات الطوارئ وفنيين مسلحين وفريق الاستجابة أيضا للطوارئ. ما نحتاجه الآن بالنسبة للعامة هو تجنب المنطقة المحيطة بملعب الغولف. سنواصل دعم هذا التحقيق بكافة الموارد المتاحة لدينا في الـ FBI، إضافة إلى شركائنا مع الخدمة السرية ومكتب مدير الشرطة في بالم بيتش وأيضا جهات إنفاذ القانون في الولاية. أود أن أقول وأطلب من حضرتكم لو أن أي شخص لديه معلومات من شأنها المساعدة في هذا التحقيق أن يتواصل مع خطنا الساخن 1-800 يتصل بالـ FBI أو tips@tips.fbi.gov. شكرا لكم. مرحبا، ديف أدنبرغ ممثل الإدعاء العام في بالم بيتش. أود أن أشكر مدير الشرطة وأيضا كافة الجهات الاتحادية التي تعاونت معنا. جئت إلى هنا لأننا يعمل محققون ونقوم بإعداد التهم التي سيتم توجيهها للمشتبه به، وفي بالطبع لهذا سيظل قيد الاحتجاز، لكن إعدادنا لهذه الاتهامات على مستوى الولاية لا تستثني التهم الاتحادية التي يمكن أن توجه إليه والتهم الفيدرالية التي ستوجه إلى هذا المشتبه به. لكن بالطبع تم إصدار قرار القبض عليه أولا، وبالطبع أشكر حضرتكم على التعاون مع شركائنا على المستوى الفيدرالي وعلى المستوى المحلي. أشكر رجال الشرطة اليوم. نعم، سنقوم بجعل هذه الصور المتاحة لحضرتكم، ونعرض صورة مات باك والصورة التي أمسك بها والتي كانت معه، وكذلك أيضا تم تصوير بعض المعدات الموجودة معه التي كان يرغب في تصوير هجومه بها. بالطبع على الجمهور ألا يفزع، بالطبع لدينا مكتب بريد ولدينا مدرسة بالقرب من الشارع، فسنجعل الأمر متاحا للجميع لتصلوا إلى الأماكن التي ترغبون فيها، وأن تأخذوا أطفالكم إلى المدرسة ومكتب البريد وأي منطقة أخرى ترغبون في الوصول إليها. الأمر أصبح آمنا، ليس هناك خطر هنا، وسنجعل الأمور ميسرة لكم جميعا. وبهذا نقول سنتلقى عددا محدودا من الأسئلة يمكن أن توجهوها لمن يرغب في الإجابة عليها. لا يتم إصدار تصريحنا الآن فيما يتعلق بتورطه في هذا الحادث، والأمر قيد التحقيق وقيد اكتمال التحقيق. كان هناك بندقية بحوزته على ما علمنا، هذا صحيح. نعم، لقد كان هناك ثقب أو اثنين في الخلف لأن الكرة تتحرك في بامتداد ملعب الغولف، وبالتالي سيقوم عملاؤنا الأول بإخلاء المنطقة، وكان هناك منطقة معينة تعمل فيها عملاؤنا مع المشتبه به. لسنا واثقين الآن إذا ما كان هناك قدرة له لتوجيه الطلقات إلى عملائنا، لكن بالطبع تعامل مع عملاؤنا معه بشكل مباشر.
لا أعلم. نعم تفضل. كم كان يبعد الرئيس دونالد ترامب عن ذلك المشتبه به عندما تم إلقاء القبض عليه؟ على الأرجح بين 300 أو 400 ياردة، لكن بالطبع ببندقية بهذا الشكل هذه المسافة ليست بعيدة أبدا. إلى أي مدى كان عملائكم بعيدون عن الموقع؟ لست واثقا من هذا الأمر حاليا، ماذا ننظر في الأمر؟ هذا صحيح، 4 أو 6 من عملائنا كانوا موجودين. نعم شكرا لك. لم أسمع السؤال بوضوح، أرجاء أن كرر هذا السؤال بصوت أعلى. لابد أن تفهموا أولا أن ملعب الجولف به يوجد الكثير من الأشجار من حوله، وبالتالي عندما يكون الشخص خارجه يكون بعيدا عنه، لكن بالمستوى الذي كان قريبا منه بالطبع هو ليس رئيسا حاليا، لو كان هو رئيسا حاليا بالطبع لكان هناك حراسة حول ملعب الجولف بالكامل، لكن له رئيس سابق فبالطبع الحماية السرية والخدمة السرية هي التي تقوم بحمايته في هذه الحالة، وبالتالي أتوقع المرة المقبلة عندما يذهب إلى ملعب الجولف سيكون هناك عددا أكبر في محيط ملعب الجولف، لكن الخدمة السرية قامت بالطبع بما كان ينبغي أن تقوم به، قدموا نوع الحماية المطلوب تماما وقام عملائهم بعمل رائع بالفعل. إن طبيعة تصميم ملعب الجولف به 4 أو 5 فتحات، بعضها موازي إلى الكونغرس وبعضها مواجه إلى مكان آخر، وكان بالقرب مجموعة من الشجيرات يستطيع أن يرى فيها كلا الفتحتين، فكان الرئيس في فتحة في الخلف، أي كان هناك حوالي ما بين 400 إلى 500 ياردة عن المشتبه به. نعم كان موجودا في ملعب الجولف لكنه كان بعيدا عنه. هذه ربما هي المحاولة الثانية لاغتياله، فما تعليقهم على ذلك؟ نعم إن مستوى التهديد مرتفع للغاية، لقد قمنا برفع مستوى الأصول التي نوفرها لحمايته، وبالتالي نحن نعيش في أوقات خطيرة. نعم انتهى تلقي الأسئلة حاليا، ليس هناك.